أطل نادي الشروق بمديرية المعافري جنوب غرب تعز على الحياة بصباح سبتمبري كسرت فيه القيود التي بقيت فيها أنشطة النادي حبيسة منذ حرب الإماميين على تعز. ندشن اليوم الموسم الرياضي في نادي الشروق وخصوصا بالتزامن مع احتفال شعبنا بالعيد بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. إن شاء الله هذا الموسم يكون موسم مختلف عن بقية المواسم، وإن شاء الله يكون بداية لعودة النشاط الرياضي والشبابي في مديرية المعافر. لوحة تشكيلية استعرض فيها منتسبي النادي أنشطتهم الرياضية أمام مكتب الشباب والرياضة في المحافظة وقيادات المديرية وجماهير غفيرة شهدت تدشين بطولة كرة القدم واليد والسباق والسهم والشطرنج والتنس وأخرى لاقت إعجاب الجماهير المحتفية بثورة سبتمبر بوابة عبور الكرة إلى اليمن. ولذا أراد القائمين على النادي أن يكون التدشين والاحتفاء في يوم واحد. اليوم سوف ننطلق من هذه اليوم نحو تدشين الموسم الرياضي بكل فعاليته وأنشطته التي يحتويها نادي الشروق، والذي نتمنى ونأمل من الإدارة السلطة المحلية أن تدعم هذه الأنشطة وهذا النادي. تسببت حرب الإنقلابيين الحوثيين في توقف الأنشطة الرياضية في عموم المحافظة، ولذا أصيب الكثير من الشباب بأزمات نفسية أجبرت القائمين على النادي بتفعيل أنشطة النادي بإمكانياته المتواضعة وحماسة منتسبيه. سعداء أن نشارك اليوم موسم التدشين، الموسم الرياضي والثقافي لنادي الشروق الرياضي وللعام 2018-2019، والذي يتزامن مع احتفالات شعبنا لثورتي سبتمبر، الذكرى 56 لثورة سبتمبر وأكتوبر. أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي المعالي. حفل تدشين وانتصار تخلل العديد من الفقرات الخطابية والإنشادية والعروض الرياضية التي كانت مجرد ذكرى بعد أن طال التوقف. استأنفت مديرية المعافر بتعز أنشطتها الرياضية بعد توقف دام لأكثر من 3 أعوام، أعوام غدت فيها الكرة منسية حين ذهب اللاعب يبيع أملاكه ليقتات. عبد العزيز بحني من شباب من مديرية المعافر بمحافظة تعز.